برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حديث التعليمية. أهلا بكم جميعا. حديثنا عن التعليم وتطوير التعليم لا يتوقف ولا يجب أن يتوقف. طبعا مهم جدا أن احنا نناقش أحوال التعليم ونحاول قدر الإمكان علاج وإصلاح كل ما يتعلق بالعملية التعليمية، لأنها متعلقة بإصلاح أحوال المجتمع ككل. يعني كل الدول اللي تقدمت كانت بدايتها التعليم، إدت أولويات سياساتها للتعليم واستطاعت تحقيق غرضها، ولكن حتى لما بتصل إلى مرحلة التطوير لابد أيضا من التفكير في استمرارية عملية التطوير. طبعا احنا حديثنا النهاردة كمان مرتبط بعهد جديد لوزير جديد، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. وحقيقة الأمر يعني بكل صراحة هناك ارتياح شديد لهذا الاختيار، وهناك أمل وتفاؤل إن هذا الوزير سيقوم كما هو اعتاد القول إنه سيقوم بإحداث التغيير، إحداث التأثير. دي كلمة دايما هو بيستخدمها، هو عايز يحدث تأثير، اتعود على هذا الأمر. وطبعا خلفيته العلمية هايلة جدا، يعني تشعرنا بتفاؤل أكثر، ده بخلاف شخصيته المحبوبة، يعني شخص هادي الطباع، شخص متواضع جدا. و يعني عايزين نلتف حوله جميعا، وهو فاتح صدره للجميع، بيسعى إلى تقبل كل الآراء، وفعلا قام في الفترة الأخيرة ب يعني تهدئة الناس والاستماع إليهم وتحقيق بعض مطالبهم، حاجة مبشرة فعلا. لكن طبعا احنا عايزين نشوف أمور واقعية مؤثرة بتحدث بتغير العملية التعليمية إلى الأفضل بإذن الله. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الأستاذ الصحفي مرتضى أبو عقيل، رئيس تحرير جريدة أخبار التعليم وباع طويل في هذا المجال. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مرتضى. برحب أيضا بالأستاذ سامي سالم محمود، خبير اللغة العربية بالتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة. أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ يا سامي. صربي، أهلا بك. أهلا بكم ضيوفي الأعزاء، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني يمكن هذا التفاؤل اللي اتكلمت عنه في المقدمة لمسته أيضا في حديثي معاكم قبل الحلقة. أستاذ مرتضى، يعني كلمني عن نظرتك التفاؤلية بالمرحلة الحالية. والله هو اختيار الدكتور طارق شوقي على أساس إنه هو ليه وقت ماسك المجلس التخصصي في رئاسة الجمهورية، ده اداله وقت وفترة من بداية حكم الرئيس السيسي وهو موجود في المجلس الاستشاري ورئيسه، ده اداله فرصة إنه هو يعرف ملفات التعليم كلها ويقابل كل الناس ويعرف كل الآراء، و ده خلاه هو جاي دلوقتي لأول مرة يجي وزير للتربية والتعليم وهو عارف الملف كويس جدا، عارف ايه المشاكل والمفروض يكون هو حاطط لها الحلول. واتمنى ان انا اكون متفائل زي حضرتك كده، وان يكون التنفيذ على ارض الواقع زي ما هو بيقول دايما انه عايز، جاي علشان يعمل تغيير حقيقي مش تغيير شكلي، هو جاي يعمل تغيير، ثورة في التعليم، تغيير في المناهج، تغيير في المباني التعليمية، تغيير في حاجات كتير هو بيتكلم فيها. نتمنى احنا كلنا عايزين ده ونتمنى ده. هو كمان يعني شخص ضليع في البحث العلمي وحصل على جائزة أمريكية في التفوق البحثي سنة 89، ده من ضمن لا هو كان الأمور. موجود، لا هو موجود كان مدير مكتب اليونسكو فترة كبيرة جدا، تمام. كان برضو عميد فهو كلية العلوم والهندسة طبعا الميكانيكية طبعا بالجامعة في الأمريكية، الجامعة الأمريكية، ودخل كونه أستاذ في الجامعة الأمريكية يعني. فهو طبعا عنده كمان عنده فكر، عنده فكر وعنده
موضوعات كتيرة جدا هو اتكلم فيها، عن مجانية التعليم، عن تطوير المبنى يبقى فيه مبنى مدرسي جاذب. بيقول لك ان هو لعب بلاي ستيشن عشان يعرف العيال تفكيرها ازاي. عايز اقول لك ان هو، انا واثق ان هو، انا شفته وهو بيقابل ناس كتير جدا بيتكلم في التعليم، اي حد عايز يتكلم في التعليم ايام ما كان في المجلس الرئاسي قبله، فهو عنده فكرة عن في نقطة المدارس عايز أرجع ومشاكلها. لحضرتك فيها، ولكن اسمح لي برضو أخد وجهة نظر أستاذ سامي سالم ومدى تفاؤلك يعني بالمرحلة الحالية والقادمة. هو حضرتك، انا بتفق مع حضرتك بهذا التفاؤل ومع مرتضى بيه بنفس الطريقة. هو حقيقة ان هو راجل يتميز بالبحث العلمي، واستاذ في جامعة امريكية، وعامل في منظمة اليونسكو، فاعتقد هو يريد التغيير. يعني اجتمع بقيادات الوزارة وتحدث عن ان التعليم بيعتبر مسؤولية وطن، ويريد ايضا ان ينشئ في جميع المدارس الجمهورية بنك معرفة ربما تتمشى مع التطور التكنولوجي، ويريد كما قال على لسانه جودة، مجانية التعليم مع الجودة. فبنتفائل بقى ان ممن طيب ممكن. حضرتك بتقول مجانية التعليم، مع اني قرأت تصريح ليه يعني بيهاجم في مجانية التعليم وبيقول ان دي حاجة لابد ان تتوقف، على اعتبار ان اصلا مجانية التعليم دي حبر على ورق، حاجة لا مش موجودة. لا، هو التصريح ده قالوا بس فهم غلط، وكانوا طلعوا بيان من الوزارة وقالوا ان هو ما يقصدش ان هو ضد مجانية التعليم، لان مجانية التعليم مكفولة بالدستور وخاصة في التعليم الاساسي. لكن هو كان يقصد ان ما فيش دلوقتي تعليم مجاني. الحقيقة ان دي مصر ما حقيقة. فيهاش تعليم مجاني، وان الدروس الخصوصية واللي بيحصل في المدارس سواء خاصة او حكومية فالنهاردة التعليم بمقابل. فعلشان كده بيفكروا، او هو بيفكر على اساس ان يبقى التعليم بمقابل. مقابل ايه؟ بدل ما الدروس الخصوصيه، انت النهارده بيدفعوا كام للطالب في الدروس الخصوصيه؟ دي الحقيقه اللي موجوده على ارض الواقع، بيدفعوا مبالغ كبيره جدا. طب لو قلنا ان المبالغ دي الصغيره تم دفعها للمدارس، يا ترى هتبقى شكلها ايه؟ ده اللي ربما في القريب العاجل يكون في قرار في شأن الموضوع ده. تمام. ناس كتير ممكن تقول ما هو مع كل وزير جديد احنا بنشعر بالتفاؤل وبنقول هو ده اللي هيعمل كل حاجة، ومع مرور الوقت بنلاقي ان العملية ما اختلفتش كتير ونفس المشكلات بتبقى موجودة. يعني تعالى بقى نحط ايدينا كده على امراض التعليم ايه هي. يعني طبعا هي الفكرة كمان ان الموضوع هي مش موضوع شخص واحد هو اللي هيجد الحلول لكل شيء، دي قضية مجتمعية ولابد ان الجميع يشترك فيها، كل واحد فينا لابد انه يكون مشارك في عملية تطوير التعليم واحداث تغيير فيه، واحداث تغيير في كل المشكلات اللي بتواجه مجتمعنا. لو كلمنا عن أمراض التعليم إيه هي من وجهة نظر حضرتك، وهل هي يعني أمراض مستعصية بحيث إن احنا بنتكلم كثيرا عن التطوير وتمر السنوات ولا يحدث أي تطوير؟ الحقيقة ان احنا دايما بنتكلم، هو خلينا واقعيين، احنا مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا في امكانياتنا. مفيش فلوس. مفيش فلوس. انت عايز تعمل تطوير للمبنى التعليمي، المبنى التعليمي اصلا المفروض يبقى ليه مواصفات. بنتكلم عن تطوير التعليم، هقول لحضرتك ايام ما كان اللي هو سمير فرج محافظ الاقصر، راح بيحضر الصبح دايما مع الطلبة طابور الصباح، فدخل في اول حصه لقي عيلين صغيرين بيعملوا ايه؟ نايمين. يصحوا فيهم مش صحيين. فالمس بتاعتهم سالتهم انتوا فطرتوا؟ لا ما فطرناش. فالطالبين محدش فطر، الاثنين دول بالذات. فنزل على طول قابل رئيس الوزراء وطلب انه يطبق تغذية ولو فطيرة للعيال، وخاصة في مناطق الصعيد، على أساس إن هم يعرفوا يذاكروا أو يعرفوا يبقوا موجودين في المدارس، يعرفوا يأدوا. فإذا كانت البطون خاوية فليس هناك تعليم. إحنا عندنا مشاكل في حاجات كتير لو هنتكلم فيها. هنتكلم المبنى المدرسي النهاردة
علشان في مواصفات للمبنى المدرسي. انت بتشوف مبنى متهالك صيفا وشتاء، بلا مش أفنية بلا أفنية. لا سيبك من الأفنية، بلاش منها، مش هنلعب فيها. احنا خلينا في الديسك اللي هو قاعد عليه الولد، ديسك متهالك عادي ممكن سقف يقع. لا 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 يعني حصلت حوادث بهذا الشكل قبل كده، حصلت يعني كتير حاجات كتير حصلت قبل ده. لكن في النهاية هل الولد يبقى قاعد على ديسك مش عارف يقعد عليه وفي النهاية عايز يتعلمه ايه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، ولد لما يبقى موجود المناهج بتاعتنا دايما يقول لك احنا تطوير المناهج. انا من يوم ما ولدت او على الدنيا وانا في تطوير المناهج واقرا في الجرايد. تمام، انا دخلت الارشيف بتاع الاهرام وارشيف الاخبار من قديم الازل، نفس الكلمات هي تغييرات بنقول بسيطة. لا هي ان احنا هنطور التعليم و و و في النهاية بنطور ازاي؟ تطوير شكلي، بمعنى اني بجيب بتاع سنة اولى ابتدائي بتاع تانية ابتدائي اروح واخد درسين اروح حطتهم في اولى ابتدائي، وبتاع تالتة ارحل لي درسين لرابعة ابتدائي وهكذا لغاية ما اوصل. وفي النهاية يعني دلوقتي طالب ستة ابتدائي مثلا ممكن بياخد حاجات بحاجات، لا ده انا هقول لحضرتك كان في اجيال سابقة بياخدوها في تالتة اعدادي اولى ثانوي. لا اه طبعا دلوقتي. فبقي كمان مشكلة عندنا في المناهج، ان النظام ده خلى المناهج عندنا متكربسة كتيرة على الطالب ومفيش وقت، واليوم الدراسي ضعيف وقته قليل جدا. الطلبة طبعا انت عارف الفصول مكتظة بالطلاب، فالمدرس ازاي يأدي؟ وطبعا احنا مش هنتكلم عن المدرسين، معقدة جدا. لا مش هنتكلم عن المدرسين، لان المفروض المدرسين وتدريبهم دي مشكلة، لان اصل العملية التعليمية مش هيبقى في المبنى برضو ولا هيبقى في المناهج. اصل العملية التعليمية في المدرس المبدع المبتكر. تمام أستاذ سامي، يعني حضرتك إذن هل مثلا ترى أن البداية لابد أن تكون بتطوير كليات التربية قبل تطوير المدارس؟ هو حضرتك بالنسبة لكليات التربية، أنا أقترح أن بعد الخريج ما يتخرج من خلال الأربع سنوات لابد ياخد سنة تدريب أولا لكي يكون قبل عملية التدريب اللي هتتم بعد. هل حضرتك راضي عن طالب كلية التربية من حيث ما يدرسه وما يقوم به داخل الكلية من استعداد لمهمة خطيرة كمربي أجيال؟ هو بس أنا أي معلم لابد أن يختبر أولا بعد الثانوية العامة، أو لأنه هو هيتعامل مع أبنائنا الطلاب لابد يبقى فيه يعني اختبار زي نفسي. كان زمان أصلا لكن دلوقتي ما في كلية المجموعة، كان زمان في معهد المعلمين ده كان من إعدادي. كان يدخله المدرس من إعدادي 5 سنوات. كان إيه مشكلته ده؟ ليه كان بيخرج معلمين بجد؟ المعلم وهو طالع من تلت إعدادي هو عارف إنه هو معلم، وبالتالي بيتم امتحاناته امتحانات شديدة جدا. لكن النهاردة كليات التربية مختلفة، المجموع فقط، ما ينفعش معيار المجموع الوحيد في كليات التربية، لابد ان يتغير وان يكون في اختبارات شديدة نفسية وتأهيلية للي يدخل كلية التربية. دي حاجة مهمة جدا، لان احنا كل واحد فينا، كل الناس تقريبا في يوم من الايام كانت بتحب مادة بسبب المدرس او طبعا بتكره مادة بسبب المدرس. طبعا. فاذا هنا الموضوع فعلا مش مجرد مجموع بيحصل عليه، لابد ان يكون في يعني اختبار كده شامل امور كثيرة وشامل جوانب شخصية. لا هو شخصي اكتر منه علميا. المدرس النهاردة اختياره لابد ان يكون اختيار طبقا للمعايير الشخصية، يكون مدرس بحق. والمدرس مش مادة تعليمية يأديها، لو مادة تعليمية يأديها مع حضرتك احنا هندي هنا في القناة التعليمية هنا بندي مواد، ايه المشكلة؟ وموجودة المواد في كتب وموجودة في كل حاجة، لكن هل مين اللي بيأدي المادة دي ومين اللي بيوصلها؟ حب العيال للمدرس هو الأساس في انه
يقدر يستوعب المادة أو لا. ويأتي بعد ذلك برضو كفاءة المدرس في طبعا توصيله طبعا للمعلومة. توصيله للمعلومة، مش توصيله بس، آه. هو سيطرته على الطالب إزاي، سيطرته أخلاقيا وأدبيا، وجوده في وسط الطلاب إزاي، وبالتالي هو شخصية، لازم يبقى شخصية ذو مكانة علشان يقدر يسيطر على الطلاب. بدون ده مفيش مدرس. المدرس النهاردة صعب، المدرس ظروفه صعبة، والمدرسين إذا كانوا مش عارفين يربوا نفسهم هيربوا طلبة وأجيال إزاي. أستاذ سامي، هل يا ترى المدرس الكفء حاليا عملة نادرة؟ ما أقدرش أعمم هذا الكلام إن أقول المدرس عملة نادرة أو لا، لكن في كثير من المدارس وبخاصة المدارس الثانوية موجود معلمون أكفاء كثيرون يعني في مختلف المواد، ولكن لو كان هناك بعض المدرسين يحتاجون إلى تدريب لابد أن يتم تدريبهم، وبخاصة في جوهر المادة العلمية وليس تدريبات أخرى. بس للأسف برضو في ناس كتير، مدرسين كتير بيتعاملوا مع مهنة التدريس إنها مهنة وليست رسالة، ولذلك مثلا ممكن الطلاب تلاقيهم بيسيبوا المدرسة وبيروحوا لمدرسين هم أصلا مش تربويين، لكنهم ناجحين في استقطاب هؤلاء الطلاب وعارفين هم يقدروا يتعاملوا معهم ازاي، لانها في اعتقد انها برضو متعلقة بكونها مهارة برضو، يعني هناك مهارات للتدريس، هناك في بعض الناس بيبقى عندهم ملكة ازاي ان هم يعرفوا يجيبوا المفيد، وده اللي الطالب عايزه دلوقتي. لا مش بس ده حضرتك عشان نظام، لا احنا هو عايزين شخصية، اه هو شخصية، خلينا واقعيين حتى نتكلم في الجزء ده. المدرس شخصية قبل ما يكون بيأدي علم. المدرس اللي بيقنع الطالب هو اللي بيقعد قدامه وهو اللي بيسمع منه حتى لو قال له معلومات غلط، لأنه ما يعرفهاش ان غلط دي حقيقة. وبالتالي في النهاية احنا في مشكلة عندنا في اختيار المدرسين، وفي عندنا مشكلة في تدريب المدرسين تدريبات غير فعلية وتدريبات على الورق، وعندنا مشكلة في المدرسين ان احنا للأسف الشديد ان احنا ماشيين في مدرسنا بحوالي 10% من المعلمين فقط. على الأكثر احنا ما عندناش معلمين في المدارس اكتر من 10% اللي احنا ماشيين بيهم دلوقتي. فالمشكلة عندنا في ايه؟ لما يجي مثلا محافظ زمان في كفر الشيخ عنده في الإدارة المحلية مجموعة موظفين ما لهمش شغل، راح محولهم تربية وتعليم، مدرسين يدوا في المدرسة علشان عنده عجز في المدرسين. ازاي اودي موظف بتاع اداره محليه بيتعامل ووديته يتعامل مع المدرسين؟ فاحنا عندنا مشكله ازليه للاسف الشديد، لابد من ان احنا نخلي بالنا منها ونبدا بالتعديل دلوقتي من كليات التربيه، او نرجع معهد المعلمين، او نرجع التكليف مره اخرى للمدرسين، ويبقى عارف المدرس من ثالثه اعدادي ان هو هيدخل كليات سواء تربية أو معلمين، وهو عارف إنه هو مدرس، وهو عارف إن دي رسالة وليست مهنة، وبالتالي يرجع المدرس لوضعه اللي كان موجود قبل كده. ومطلوب برضو تشريع يشدد إن تبقى المدارس زيها زي الأماكن، يكون ليها حصانة ما حدش يقدر يدخل يتعدى عليهم. حضرتك كصحفي، مش هسأل أستاذ سامي، أنا هسأل حضرتك كصحفي، شايف نظرة الناس ايه حاليا للمدارس الحكومية؟ والله بص، احنا ما نقدرش ننكر ان المدارس الحكومية موجودة، لكن الناس مش نظرتها للمدارس الحكومية بقت متدنية، لا هم نفسهم تبقى المدارس الحكومية مدارس قوية. لكن للأسف الشديد احنا كإعلاميين ركزنا على المدارس الخاصة ولينا مصالح مع المدارس الخاصة، فعلشان كده احنا بنتكلم عن المدارس الخاصة، والمدارس الخاصة عندها فلوس فبتعرف تسوق نفسها. لكن احنا عندنا برضو في التربية والتعليم برضو علشان نبقى نتكلم ونبقى صراحة، لا عندنا مدارس كويسة حكومية طبعاً، وعندنا شغل كويس جدا في الحكومة، ومدارس اعلى ومدرسين اعلى من الخاصة. تاني، احنا عندنا مدارس حكومية داخل جمهورية مصر العربية قوية جدا، مدرسينا بتوت الحكومة أقوياء جدا، تاني أقوياء جدا، لكن للأسف الشديد إن إحنا في مشكلة عندنا في تسويق وزارة التربية والتعليم. ده راجع لقيادات هذه لا المدارس؟ لا مش قيادتها بس، في مدرسين أقوياء،
ما ننكرش ده، المدرسين في المتميزة وفي التجريبيات عندنا مدرسين من أقوى المدرسين اللي موجودين في مصر، موجودين في الحكومة. وعايز أقول لك حاجة، ليه؟ لأن الحكومة أصلا بتاخد المدرسين ليه مرتب من الدولة بتاع التعليم الخاص، اللي ما كانش اللي قدامه المدرس ده لو لما بيجي يقدم معاه بيحلوا بثلاثة أربعة، فبيجيبوا علشان يدي أي حد 200 جنيه يدي أي حاجة. الأمور أصلا برضو ده موضوع تاني عايز حلقات كتير، وإحنا بنتكلم في حديث التعليم عن المدارس الخاصة ومشاكلها، لكن مش وقتها دلوقتي. إحنا بنتكلم في مشاكل المدرسين، ونتمنى إن يبقى في تدخل وتشريع في موضوع كليات التربية. مطلوب كليات التربية إن يتم، لأن إحنا في مشكلة عندنا إن كليات التربية بدأت من الأول بمجموع، وبالتالي حتى القائمين عليها دلوقتي دخلوا بمجموع، وبالتالي في مشكلة عندنا في أساتذة كلية التربية، إن مفيش فكر عالي يقدر يخرج لي ناس مدرسين بفكر مختلف. طب أنا عايز أعرف حاجة، يعني كون كلية التربية بتقبل بالمجموع دي حاجة يعني ناقشناها كتير جدا في الإعلام، وحاجة بتفكير منطقي من أي شخص بيقول آه فعلا لابد أن يكون في هناك معايير أخرى غير المجموع عشان الطالب يلتحق بكلية التربية. لماذا لم يفكر أحد من المسؤولين حتى الآن في تغيير هذا النظام؟ أعتقد سيادة الوزير طارق شوقي ده خاص هينسق، بالتعليم العالي يعتبر. لا هو هينسق بينه وبين التعليم العالي، دكتور خالد عبد يعني الغفار بس برضو ده وزير تعليم يعني جديد، عشان يتفق على دخول الكليات باختبارات بجانب المجموع، صرف النظر كليات التربية او كليات الطب او الهندسة، يسعوا جاهدين الى ذلك. يعني مثلا في ابصح حضرتك مدرس لغة عربية او مدرس طبعا. لغة بشكل عام، طبعا. معناها ايه مثلا ان يكون في مدرس لغة عربية عنده لدغة؟ ابسط حاجة يعني. ما هنا لذلك قلت لحضرتك بداية الحديث لابد اعمل اختبارات نفسية، اختبارات للشخصية كلها، ان الشخصية والله ما تلزقش. برضو اشوف انت بتتكلم لدغة، يجوز. انا مش بتكلم في اللدغه خالص، انا بتكلم هو حاجة. وصل المعلومه ازاي وهو شخصيته مع الطالب ازاي، لا يعني الطالب ممكن يعرف يدور عليه، يسيطر على الطالب ازاي. موضوع شخصي، حضرتك كنت قاعد قدامي دلوقتي وبتناقشني، انت مسيطر عليا ولا لا؟ هو ده اللي احنا عايزينه في المدرس. انا عايز المعلم يبقى استاذ شامل، لما تكون عندي مشكله مع والدي في البيت الطالب يجي يقولها له، عنده أي مشكلة بره قبل ما يروح بيتهم يقولها للمدرس. الموضوع أكبر من مادة علمية، الموضوع تربية وتعليم، تربية قبل التعليم. إزاي أنا أتقبل أي نصيحة من المعلم؟ وبالتالي محتاجة في كل دول العالم بيعملوا اختبارات للمعلمين، علشان ده مدين أبنائنا، هو اللي بينشئهم. هو لو في قصور في البيت المفروض المعلم هو اللي يحاول. يعني أي وظيفة فيها تعامل مع جماهير بتتطلب شرط أساسي، شرط القبول، يعني يكون في قبول كده، سواء في, نعم. في, في الشكل، في الشخصية، كل دي أمور مهمة جدا. فإزاي عمياني الطالب يدخل كلية التربية ويبقى في يوم من الأيام مدرس؟ عشان كده بنطالب بقى التعليم العالي، ربما هو المنوط بذلك، ان هو يعمل اختبارات نفسيه واختبارات للشخصيه عامه لدخول كليه التربيه بالتحديد. يعني مواكبه للموضوع ده، لتطوير كليه التربيه، يعني اعتقد ان كل الامور ما يجبش انها مثلا تحدث ايه قبل ايه، اعتقد كل الامور لابد انها تحدث بالتزامن في نفس الوقت. أيوه. يعني مثلا كليه التربيه يتم فيها تطوير امور كثيره متعلقه بالمناهج، متعلقه ب برضو ان يكون في معايير للطلاب ان هم يلتحقوا بالكليه في الاساس، متعلقه بالتدريب اللي بيحصل عليه الطالب وما يستناش ان هو يخلص عشان يحصل على التدريب. كمان عايزين برضو مراحل التعليم المختلفه، تعليم من اول رياض الاطفال لابتدائي لاعدادي لثانوي، اعتقد كل الامور دي لابد انها تحدث بالتزامن، ولا راي حضراتكم ايه؟ هو حضرتك لابد ان يكون التزامن اللي حضرتك بتحكي عليه، لكن مهم جدا المرحله الابتدائيه، لان دي بدايه تشكيل
والله من رياض الأطفال، ده رياض الأطفال ربما يعني رياض الأطفال بس هي ليست معممة، رياض الأطفال موجودة بس ليست معممة، لو معممة على الجمهور كلها بسبب عمومت دلوقتي يعني في من وقت للتاني بيتم تعليمها. ده في نقطة هنا مهمة جدا، إن هي مرحلة رياض الأطفال دي يعني فجأة كده في قفزة كبيرة، هي برضو مشكلة كمان بتحصل بينها وبين المرحلة الابتدائية. لا ده انت في مشكلة دلوقتي كمان، احنا اتكلمنا عن كليات التربية، ده احنا في مشكلة عندنا كليات رياض الأطفال برضو بالمجموع. يعني انا بدخل طالبة او طالب في كليات رياض الأطفال برضو بالمجموع، ما ينطبق مشكلة. على رياض الأطفال مفروض ينطبق على كليات التربية برضو مطلوب يعني. على العموم احنا في كان مؤتمر عن تطوير كليات التربية كان موجود في جامعة القاهرة، وكان حاضرينه الاثنين وزراء الجلال، ونتمنى ان ينفذوا. طيب ولو يعني حضرتك اثرت موضوع نقطة مهمة، المؤتمرات اللي بتحدث من اجل تطوير التعليم مؤتمرات كثيرة، وكل مؤتمر بيخرج بتوصيات رائعة مثالية، لكن فين تنفيذها على ارض الواقع؟ هو دي المشكلة، احنا عندنا مشكلة في أرض الواقع. إن إحنا نتكلم كويس جدا، نحط سياسات كويسة جدا. هي مش المؤتمرات دي بتتكلف برضو؟ بتتكلف طبعا، ويعني أعباء بتتحملها الدولة. إحنا بنتكلم كلام الله عليه. هو حضرتك بالنسبة بس نتمنى إن هو وينفذه ولو جزء. الوزير بقى بيقول لك أنا يعني باعتبار إن هو كان جاي مسؤول عن ملف التعليم في الرئاسة، وطبعا الإرادة السياسية أيضا، وكلنا نتحدث أن التعليم قطرة التنمية، وهو اللي يستطيع يأتي بخريج من جميع التخصصات لديه القدرة على بناء هذا المجتمع. فهو ربما يعني في تصريحاته أنه هو هينفذ رؤية 2030 اللي هي الاستراتيجية اللي هي موجودة، ومن المفترض لو وضعت استراتيجية أيا كان ما يجلس على الكرسي أو يتغير وزير لسبب أو لآخر ويأتي آخر، لابد أن ينفذ هذه الاستراتيجية. فهو لديه فكر ان هو احنا في عصر التكنولوجيا، هو عايز يفعل التكنولوجيا اكثر فاكثر في المدارس. وربما انا يعني من هذا البرنامج حضرتك بص بقى فكرتني، عشان انا يعني اخر مره رحت فيها مدرسه كنت متوقع ان انا هلاقي شكل الفصل اتغير، في اي حاجه جديده في العصر اللي احنا فيه ده والتكنولوجيا، يعني ما لقيتش اي جديد في الفصل، تخت وطلاب وسبورة، يمكن بس استبدل الطباشير بقلم وسبورة بقت بلاستيك يعني. نعم. لا حضرتك كل بعد التطوير اللي حصل، انا ربما في التعليم الثانوي لان انا منوط بي ان انا كل اسبوع اخد خطة في محافظة من المحافظات. فاستكمالا الكلام مرتضى بيه ما كان بيتكلم، هناك مدارس حكومية ممتازة جدا من حيث المبنى ومن حيث النظافة. على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده في حتى في المدارس الخاصة، يعني مش مجرد لا لا دي واحدة بس انا هقول لك. لا نعم اول استاذ ياسر بيه، اول الجمهورية فوجئت انا من شهر تقريبا كنت في الوادي الجديد في الدخلة، واذا بمدرسة ما وانا بتابع هذه المدرسة قالوا لي اول الجمهورية السنة اللي فاتت من هذه. معلش انا هقول لحضرتك حاجة بقى، معلش اعذرني اعذرني، اول الجمهورية اول الجمهورية علمي. مش معناه مش معناه ان هو طالب فظيع ما لا. حصلش اول الجمهورية ده يعني ما اقول لك ايه، ما لا كلنا هو عارفين هو ذاكر هو ذاكر هو ذاكر واجتهد واجتهد وشخصية عظيمة وشخصية عظيمة، بس مش معنى كده إن احنا ده اللي عايزينه. احنا مش عايزين درجات، احنا مش بن مش يعني الموضوع مش موضوع درجه، احنا عايزين طالب يبقى مبتكر بالظبط يعني ويبقى مفكر. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو ده اللي احنا سمعنا كتير الوزير. سمعنا كل سنه بنخرج اجيال وبنقول اوائل الثانويه العامه وبنحتفل بيهم، فين اوائل الثانويه العامه بعد كام سنه؟ حضرتك بتسمع عنهم حاجه؟ لا لا, لا 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 موجود بعض في البعض، انا بتكلم البعض. بشكل عام لا البعض انا بتكلم بشكل عام، لكن احنا بنتكلم عموما عن التعليم. انت في مشكله عندنا، انا بس يعني. انا بس كنت بركز على نقطه مهمه، ان الموضوع مش الدرجه. لا لا خالص مش الدرجه، يا ريت هو حضرتك في 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 اتجاه، احنا كلنا عارفين ان تعليمنا بيعتمد على الحفظ والتلقين حتى في العلمي. لا 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 في اتجاه نبتعد كثيرا عن الحفظ والتلقين، ده مش بيقلل من الاوائل اطلاقا، بالعكس يكون هناك مناهج مطوره
ونظام الامتحان من المفترض يقيس برضو قدرات الطالب على الفهم والتفكير والابتكار فيما بعد. بيتكلموا يعني عن المناهج ده الهدف. المناهج على فكرة طبعا. المناهج احسن مناهج في الدنيا اللي موجودة في مصر ماشي، واحسن كتب اللي بتعملها وزارة التربية والتعليم. لكن المشكلة في ايه؟ انت عايز تطلع الاطار اللي موجود، انت عارف بتصرف على الكتب دي كام؟ واربعه لون. عايز اعمل سي دي بقى بالمواصفات زي الفل، يعني عايز احل محلها سي دي. ما ينفعش في الابتدائي لا ما ينفعش الابتدائي والرياض الاطفال والاعدادي المرحله الاساسيه ما ينفعش، لان انا بعلم الولد حاجات يدويه حاجات مش ما ينفعش مع الكمبيوتر. كل دول العالم مش اليابان، اليابان مش بتشتغل كمبيوتر في مرحله رياض الاطفال او الابتدائي او الاعدادي، ما بتستغلوش خالص. بس ابنائنا ما فيش حاجه شغاله برضو على لا يعني مثلا مش في وسائل حاجه بيسموها وسيله تعليميه، وسائل تعليميه، وسيله تعليميه دي في فرق، وسيله مسانده بتساعد مثلا المدرس ان هو يشرح الدرس. بس هو يعرض له حاجه الوسيله طبعا الداتا شو دي موجوده في المدارس التربويه العامه مطلوب في داتا شو حضرتك بس دي بتبقى موجوده في معمل. عارف حضرتك معمل يعني ايه؟ يعني في جدول كل بص حضرتك اتفضل كل ماده وكل مدرس وكل حصه بتحتاج ان يكون في وسائل مساعده بتوصل المعلومه للطالب. ما عندناش امكانيات لده. هم بيحاولوا يحطوا وفي حضرتك اشكال معينه بعض المدارس اشكال معينه في داخل الكتاب يقدر يشرح عليها المدرس. السبورة الذكيه موجوده دلوقتي موجوده في معظم مدارس التعليم يعني موجود دلوقتي صور في داخل الكتب، يعني صور في داخل الكتب يحصل تعميم بعد على اساس ان يعمموها والمدرس يشرح من خلالها. لكن انا بقول لحضرتك اني حقيقه ومهما نقول ونتكلم ونقول ان مناهج الوزاره مناهج لا 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 مبذول فيها مجهود ومناهج كويسه جدا، لكن المشكله مش في المناهج. مين اللي بيأدي في المناهج؟ المنهج حضرتك معلومه، انا ممكن اجيب المعلومه دي من اي مكان. انا يمكن اقول منشط معين واقول والله احنا عايزين نتكلم عن نظريه كذا. انا هختلف مع حضرتك بس في نقطه المناهج، لان انا شايف ان لا اذا كانت المناهج حضرتك شايفها هايله فانا مش شايفها هايله خالص. قول لي ليه ازاي؟ هقول لحضرتك اقول لي ازاي. اولا تكدسها ده شيء صعب جدا، الحشو الكتير اللي موجود فيها ده شيء صعب لا جدا. لا حضرتك اللغه العربيه ما فيهاش عناصر الجذب، ولذلك الطالب بيلجأ إيه لكتب طيب خارجيه. لا استنى لا استنى لا نتكلم لا انا اتكلم معاك في ده. لم يحدث تاني، لم يحدث ان الكتاب المدرسي ما فيش كتاب تربوي محطوط بطريقه معينه على اساس ان الولد نعلمه. انا مش بقول كله سيء، لا مش بقول كله سيء، مش انا مش بدافع. اولا انا يعني الوزاره فيها مشاكل كتير جدا لكن مش بدافع عنها، لكن انا بدافع عن الحقيقه. في مشكله عندنا في تسويق وزاره التربيه والتعليم ومنتجاتها اللي بتطلعها. وزاره التربيه والتعليم عندها سيديهات وعندها موقع، لو اي طالب دخل فيه ياخد يطلع يعرف كل حاجه فيه. عارف اللي بيقولوا بنك المعرفه؟ لا، موقع الوزاره كان بنك معرفه. موقع الوزاره معمول فيه سيديهات تعليميه ووسائل تعليميه، لكن للاسف الشديد ما حدش بيقول عليها وما حدش بيتكلم فيها. بنتكلم عن الكتاب الخارجي، الكتاب الخارجي بيسوق نفسه، الكتاب الخارجي بيدي نسب لفلان وفلان وفلان، لكن كتاب الوزاره للاسف الشديد. هل تعلم ان اولياء الامور اللي بيحاولوا يساعدوا اولادهم في المرحله الابتدائيه وهم خريجي جامعات بيجدوا معاناه وصعوبه في فهم منهج الطفل، وبالتالي يعني بيبقى عندهم صعوبه ان هم يوصلوه له اصلا؟ لا علشان ربما في بعض المواد بالنسبه للعلوم او الرياضه او الرياضيات، وفي مناهج فيها حشو، مناهج الدراسات الاجتماعيه حضرتك حصل لو شفت تطوير. حضرتك ايه الحشو ده؟ حصل تطوير في مناهج ده بالاضافه للاخطاء وخاصه منهج التعليم السنوي. بص انا مش حاجه هناك ما زالت حتى الان في الكتب هناك نعم. في اخطاء نعم. موجوده والطالب بيدرسها ويمكن عارف انها اخطاء، بس يعمل ايه؟ ولو جات له في الامتحان هيكتب الخطا. لا مين قال ده؟ لا لا حضرتك لو في خطا بنتداركه لو فرض عن طريق الموضوع. انا شفت اخطاء في ماده التاريخ تقريبا والجغرافيا في الثانويه العامه يا باشا في بعض الاخطاء لكن الاخطاء بتطلع نشره بيها ونبعتها. مشكله في النشرات، المشكله في النشرات. النشرات زي ما بقول لك في منهج جديد نيجي ندرب. هقول لحضرتك انا حكايه العشرة اللي دربوهم والعشرة دول يدربوا 100 وال100 يدربوا 1000 وال1000 يدربوا. انا بشتغل مع حضرتك دلوقتي منهج جديد
فيجي جانب المستشار يجي يديني انا ايه دوره في المنهج الجديد. جابني من اسوان عشان ارجع اسوان عايز يومين واقعد يومين هنا. فامنا مرجع هناك هكون نسيت نص اللي انا خدته. فروح جايب الموجهين الاوائل بتعود المراكز ماشي ثلاث اربع خمس ايام اكون نسيت الربع الثاني هديهم ربع هم منا ما يطلعوا ويروحوا تاني للاماكن هيكونوا نسيوا. طب انا عايز اعرف مش المفترض التقوية. ان اي كتاب منهجي بيصاحبه دليل للمعلم بيستخدمه ايا كان انت محتاج الدليل. بص حضرتك اي حاجه مكتوبه محتاجه الى فك الطلاسم بتاعتها حتى لو هي مكتوبه مظبوط. بمعنى انا حضرتك استيعابي اقل استيعاب المدرس الثاني اقل فمحتاج ان انا اسال اصحاب اللي وضعين المناهج ده هو حط المنهج ده ليه. طيب هو مش المعلم ده اساسا متخصص طبعاً. ودارس العلم بشكل اشمل واعم من المنهج اللي بيدرسه. نعم. يبقى ليه يجد صعوبه لما يتغير المنهج؟ لا يجب صعوبه لانك انت بتحط اصلا المفروض بنحط اطار عام للمنهج ما بنحطش مناهج تفصيليه. والاطار العام ده يختلف حضرتك استيعاب حضرتك من استيعابي انا. وبالتالي بتحصل مشاكل في توصيل المعلومات بتاعت الكتب الجديده للمعلمين. طيب انا دلوقتي عايز يعني اتكلم في نقطتين مهمين جدا. اولا غياب طلاب الشهادات عن المدارس ونتعامل معاها ازاي. ثانيا الدروس الخصوصيه، هل الدروس الخصوصيه دي خلاص ما بقى لهاش حل؟ نتكلم في النقطتين دول. نبدا بغياب طلاب الشهادات، ويمكن كان هناك في محاولات من وزير سابق 10 درجات ان يكون في 10 درجات والموضوع يتربط بالدرجات، وهذا الموضوع يعني طبعا كان في كلام كتير عليه ولم ينجح الامر، والموضوع ايه خلاص ما بقاش. لا هو نجح والله. لا 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 ما هو ما طبقش. لا 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 ما نجح. لا نجح لكن لم يطبق فبالتالي لم ينجح. احنا برضو صح الناس قالت لا. لو حضرتك شايفها فكره ناجحه هي لم تطبق. هي ناجحه لا ما هي ناجحه ولم تطبق لسبب لمده شهرين. طبقت لمده شهرين واكثر من 95% من طلاب الثانويه العامه حضروا. لكن بس ده هقول لك على حاجه، معلش معلش عشان ال10 درجات حتى لو حضروا هو كان في ظلم ليهم. ليه؟ ليه؟ انت مش عايزه يحضر؟ انا عايزه يحضر بس جميل. في نفس الوقت طيب. عايزه يحضر ويحس ان هو جاي هيلاقي اللي هو عايزه وبالتالي يجد مبرر لحضوره. يا باشا هيلاقي. احنا قلنا ان التعليم ككل مسؤوليه وطن، لابد انت كولي امر يعني تحفز ابنك ان يذهب الى المدرسه. ولي الامر يعرف ان ابنه ما بيروحش المدرسه خالص يعني بالذات طلبه الثانويه العامه. لكن لما تحطوا ال10 درجات حصل انضباط لسبب ما في محافظه من المحافظات وفجأة عن طريق رئيس الوزراء اتلغى. طيب هنستكمل حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدونا ابقوا معنا تحت الامر. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام وحديثنا في هذه الحلقة عن مشكلات التعليم وقضايا العديدة. كنا بنناقش قبل الفاصل فكرة غياب او موضوع غياب الطالب في الشهادة العامة عن المدرسة، وكنا بنتكلم عن ان كان في فكرة سابقة لم يتم تطبيقها كانت متعلقة باعطاء درجات للحضور. يمكن كانت هناك اقاويل كثيرة واراء ووجهات نظر مختلفة في هذا الامر وكلها كانت متعارضة. يمكن حضرتك استاذ مرتضى كنت بقولك يعني لو كان عندك ابن في الثانوية العامة في الفاصل وعارف ان ممكن في هناك مثلا معلم ممكن يكون في ايديه 10 درجات لابن حضرتك في ثانوية عامة في شهادة، ربما هتشعر بقلق. واذا كان يعني ابن حضرتك هياخد الدرجات اللي يستحقها ولا لا، هيبقى في عدم احنا في حالة حاليا من عدم الثقة وعدم الثقة. احنا مش بنثق في بعض كتير على فكرة. هو حضرتك فقد الثقة بين المعلم وبين الطالب او ربما بين ولي الامر يعني يمكن اولياء الامور ايضا، ولكن ال10 درجات دول كانوا هيبقوا
منوط بيهم مدير المدرسة واتنين مع مدير المدرسة بعيد عن المعلم، يعني ربما مثلا 3 درجات للانطباق. الحضور والانصراف ده معروف برضه هيبقى في عمليه في إيه؟ مش ربما. هيبقى في يعني ربما يحدث مثلا ان في مدارس ممكن تكون كريمه جدا مع طلابها، نعم، وفي مدارس اخرى لا، هو هنا هيبقى في حاله من عدم المساواه. انا ضد ده حكايه الدرجات دي، ولكن احنا ندور على وسيله ضدها. بس من شويه كنت بتقول فكره لا ضدها في ايه؟ ضد الدرجات ذاتها. ان انا خلي المعيار الوحيد المعلم ده. ايه بقى الحل؟ ما احنا عايزين نناقش الحل، ان احنا نعمل نرجع ان احنا نعمل مدارس جاذبه، بمعنى ان احنا نرجع. احنا بنتكلم دايما الشهادات، هي ما فيش غير شهاده واحده، هي الثانويه العامه. الثانويه عامه احنا المدارس بدات تبقى دي اللي بتفرق اي حاجه، دي علشان فرق بهذا القدر. هقول لحضرتك علشان برضو المستقبل مسؤوليه ولي الامر ايضا. احنا مشكلتنا في الثانويه ايه؟ مشكلتنا في الثانويه على فكره مشكلتنا في التعليم العالي، مش مشكلتنا في التربيه والتعليم. تاني مشكلتنا في التعليم العالي ايه؟ ان الطلبه اللي بيتخرجوا من الثانويه العامه اللي بيدخلوا الجامعات عددهم قليل. يوم ما يحصل فيه الاعداد بتاعت الجامعات تبقى اعلى، وتبقى غالبيه الطلاب اللي في الثانويه العامه هيدخلوا جامعات، هتبقى مفيش ثانويه عامه. المشكله في الثانويه العامه ان هي دلوقتي مسابقه للدرجات الاعلى. بالظبط. وده ليه؟ ده برضو مرتبط بامكانياتنا. لما يبقى عندنا احنا الجامعات اعدادها بالنسبه لطلاب الثانويه العامه حوالي التلت، طب التلتاي ده يروح فين الباقي؟ فالخناقه كانت على الاماكن في الجامعات. لو احنا وفرنا للجامعات لطلاب الثانويه العامه كلهم مفيش مشكله معانا، وهتبقى مفيش ثانويه عامه. تمام. يمكن حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، هي ان دي برضو قدرات. يعني هناك مثلا من الطلاب القادرين على التعامل مع المعلومات كتابة، اوكي، في غيرهم ممكن يكونوا اكثر ذكاء واكثر معرفة، لكن ما بيقدروش يتعاملوا مع الامتحان ككتابة بنفس القدر بنفس الكفاءة. ولذلك هناك دي حاجة مرتبطة حاليا بانواع الذكاءات المختلفة اللي بيتم الحديث عنها بين اوساط خبراء التنميه البشريه، ان الانسان يعني هناك انواع ذكاءات مختلفه موجوده عنده. فلما يكون في حد مثلا متفوق في الكتابه، وحد غيره ممكن يكون ذكي جدا قادر جدا على في هو، لكن ما عندوش الملكه دي. فاحنا لازم يبقى في برضو مساواه هنا بينهم علشان نقدر نقول ده. وصل لك انا عارف ان انت حضرتك عايز تقول ايه. انت عايز تقول ان الطلبه مختلفه في ذكاءاتها وقدراتها. لا، احنا بنتكلم في حاجه تانية كمان. انت اي دوله في العالم، اي مجتمع بيشتغل ب 20% منه. يعني كل الناس مش دماغها كلها احنا عايزين اذكياء وعايزين نوابغ لنسب كامله. هو في مفهوم اقصى حاجه لينا 20% في اي مجتمع هو قاطره المجتمع. كله بيمشي وراه، لكن ده الاذكياء او ده المبتكرين او دول المتفوقين او دول حاجات كتير. بص حضرتك، احنا المبدعين الدوله، احنا في مدارس الاستم دي اللي هي بتاخد اوائل طلبه الشهاده الاعداديه. احنا عارفين ان كانت في مدرسه في القريه الذكيه في اكتوبر فقط، ومدرسه تجربة اخرى تجربه ناجحه جدا. انا هقول لحضرتك، وبعد كده عملنا مدرسه اخرى في المعادي، وبعد ذلك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان طلب تعميمها في 9 محافظات، وقد كان يعني في الاقصر، وفي على سبيل المثال في الاسماعيليه، وفي اكتوبر الى اخره. هو جاري ان يبقى في جميع محافظات مصر هذه المدرسه، لان هي تعتبر مكلفه جدا، لان هي بتعتبر داخليه بالنسبه للطالب. دي برضو خطوه من خطوات تطوير التعليم الحقيقه. احنا بس يعني يا ريت يعني نتاحها للمتفوقين، يعني ما هو حضرتك إيه سعادتك لا لا لا، دي حضرتك طالب المرحله الشهاده الاعداديه معموله برضو بالمجموع، ابن حضرتك بالمجموع مثلا 95% فما فوق، اتفقوا في ال 95% و96 لابد يبقى لها شرط ان يبقى جايب الفلومارك في الرياضيات او الساينس او الانجليش، يعني او العلوم، هو ثلاث مواد، العلوم والرياضيات واللغه الانجليزيه على الاقل مادتين
جايب 50 من 50. ليس هذا فقط، لكن لابد يجتاز امتحان ايضا. طب سريعا قبل ما نختم، عشان كنت برضو طرحت موضوع الدروس الخصوصية، فلو يعني في عجالة يعني كلمتوني عن ازاي نقدر نواجه هذه الظاهرة اللي لا تبدو انها يعني حل واحد بس، ممكن ان انت تدي فلوس للمعلم وتدي له اللي يكفيه، خلاص مش هيشتغل تاني، هيشتغل في المدرسة. هو قالها ببساطة، لابد ان يعني اعطي للمعلم ما يكفيه، وابقى بعد كده يحصل محاسبية للمعلم. يعني لو رفعت كفاءة المعلم مادية، وتاني حاجة حتى لو المعلم يريد ان يعمل درسا خصوصيا انت ممكن تحاسبه لو كان في وقت المدرسة، لكن السنتر ساعات يبدأ من 8 الصبح لحد بقى طول النهار. لكن لست كنت ضد الدروس الخصوصية، لو كنت معلما وتعطي مادتك العلمية في داخل الفصل وتخلص وبعد اليوم الدراسي، لكن احنا للأسف احنا من غياب الطلاب في الشهادة، وبالتالي المدرسة تبقى جاذبة ومدرس شغال معاه، المدرسة تبقى جاذبة لما هي بس كسبت الطلاب هي اللي ممكن المدرسة جاذبة، بس مشكلة الغياب وهتحل مشكلة الدروس الخصوصية. بالظبط صح كده، ودي لو قدرنا نقضي على كثافة الفصول عموما يعني في بعض المدارس يعني، وليس ده مشكلة الدروس الخصوصية دي احنا متسببين فيها كأولياء أمور. لكن ولي أمر بيبدأ مع ابنه مثلا، ربما بيحجز المدرس قبل الدراسة ما تبدأ، ودي برضو مشكلة مشترك فيها غصب عنه، وعارف تماما ان ابنه مش عايز لا هو غصب عنه برضو، انا ولي أمر بحجز علشان انا مش متوفر ليا في المدرسة، مدرسة جاذبة، وبالتالي ابني. وبرضو ده بيخلينا برضو نفكر في ان احنا نخلي يعني إمكانية للطالب أو فرصة للطالب إنه يختار معلمه داخل مدرسته. نعم. دي حاجة برضو في الآونة الأخيرة، في الآونة الأخيرة قلنا ممكن يختار المعلم. يا ريت دي ما فيهاش حرج ولا يعني حقيقة مش هنقدر. طلبنا هذا كل الكلام. مدرسة فيها مدرسينها لن يستطيع لا وزير ولا غفير يدخل المدرسة ويجيب مدرس من بره. مش من بره، من نفس المدرسه، من نفس المدرسه ده هيعلي خلينا من التنافس بين المدرسين كمان. خلينا واقعيين، لن نستطيع ولن نستطيع في الجزء ده بالذات، على اساس ان انت هتصير الريبه والضغائن بين المدرسين وبين بعض وتحصل مشاكل كبيره جدا، وبالتالي محتاج كل واحد. مش احسن ما ادرس مع مدرس انا كان الوزير السابق كان مش كان عايز مش بفهم منه مش حاجه. طب انا عندي عندي 5% من المدرسين اللي هم مدرسين الطلبه بتحبهم، دي كانت بديل الدروس الخصوصيه، نفصل الباقي ونخلي الاثنين ثلاثه، ان هو قال لك يختار المعلم بس واضح الموضوع محتاج اكتر من كده. طيب انا بشكركم في ختام الحلقه الصحفي مرتضى ابو عقيل رئيس تحرير جريده اخبار التعليم، سعدت بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا لك. بشكرك ايضا استاذ سامي سالم محمود خبير اللغه العربيه بالتعليم الثانوي بديوان عام الوزاره. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم ضيوف الاعزاء، يعني بشكركم مشاهدينا الكرام. يعني طبعا الكلام عن تطوير التعليم مفتوح ولا ينتهي، ولو قعدنا حلقات وحلقات مش هنخلص كلام في هذا الامر. الموضوع معقد ومتشابك، لكننا عندنا امل وتفاؤل ان باذن الله في ظل القيادة الجديدة الدكتور طارق شوقي، وايضا وزير التعليم الدكتور احمد الجيوشي، برضو من الشخصيات الجميلة جدا، يعني شخصية لطيفة جدا. كنت في حفل في القرية الذكية من فترة من كام يوم تقريبا، وبصراحة يعني عجبني جدا تعامله مع الطلاب وبشاشة وجهه وتشجيعه ليهم، يعني كانت حاجة يعني اتمنى. طبعا بتبقى حاجة مبهجة لما بنكون مرتاحين للقيادات وشايفين ان هما قادرين طبعا، لكن في نفس الوقت احنا محتاجين الناس دي، القيادات دي برضو بتحتاج تشجيع. اي حد بيحتاج تشجيع. لما هنشجع الناس اللي احنا مؤمنين بيهم اعتقد انها هتفرق كتير جدا، وهنلاقي نتائج مرضية باذن الله. وفي احلى من ان احنا نلاقي تعليم بلدنا متميز، وهو فعلا هناك بوادر امل موجودة بالفعل بنشوفها في التعليم الدولي اللي موجود في بلادنا. الطالب بيلاقي كل الامكانيات بيتفوق، وشفنا ده في النظام برضو التعليم البريطاني الموجود في بلادنا، والطلاب اللي طلعوا في
الأوائل على مستوى العالم، على مستوى العالم. تخيلوا لما يكون طلاب مصريين من أوائل العالم، يعني حاجة رائعة جدا. كل التوفيق لبلدنا في الحقل التعليمي في الفترة القادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.